1288 يا اخي متوزعين برضو التحليه ايوه موزعاهم على مدرسه الامل 3000 ايوه وهكذا عشان ما نضيعش وقت الساكن. ده كل المشكله اللي هتحصل اللي احنا متوقعينها هيبقى في تكدس. ليه؟ في 4000 ناخب في مدرسه الامل مثلا كان جوه المدرسه اربع لجان باربعه قاضي باثنين اربعه في 8 32 موظف وهكذا اصبحوا لجنه واحده بقاضي واحد بموظفين واحد وبالتالي 4000 يقفوا على ايه؟ على باب واحد. بس معنويين بقى. يعني ده احنا بنتكلم على مستوانا فما بالك بس انت في المحافظات اللي هي لا احنا الحمد لله المشاكل عندنا مش هتبقى فدي يعني ده الاختلاف الجوهري.